ينضم معنا أيضا الدكتور عبد العزيز بن صالح الجربوع رئيس مجلس إدارة شركة سابك. أهلا بك دكتور عبد العزيز. أهلا فيك. حياك الله. مرحبا. اتفاقيات كبيرة سابك تحت المجهر من كبر الشركات التي تحضر اليوم بثقلها وزخمها. أهلا بك مبدئيا، كيف تقرأ مشاركة سابك في هذه المبادرة؟ أولا وقبل كل شيء نفتخر بهذا المؤتمر العالمي الذي يعني حظى على تأييد وتشجيع كبير من جميع رجال الأعمال في العالم، من الصين إلى أمريكا إلى أوروبا، فهذا شيء طيب وفوائد إن شاء الله تكون نافعة للبلد وللعالم. إحنا سابك شركة عالمية ووجودنا موجود في طبعا في المنطقة في البلد وفي المنطقة اللي حولنا وكذلك في جميع أنحاء العالم، فهذا هو المؤتمر الذي يجمع ما بين جميع الصناعيين والعلماء والتقنية والآخر في مكان واحد لكي يتكاتفوا ويتعاونوا لتحقيق الأهداف للاستثمارات المستقبلية، اسمه يعني مؤتمر المستقبل. مؤتمر المستقبل بالفعل. طيب دكتور عبد العزيز، اليوم سابك عملاق البتروكيماويات السعودي وهذا الحضور الدولي الهام، أنت كيف تقرأ حظوة سابك لجذب انتباه المستثمرين الأجانب؟ كيف ينظرون لسابك اليوم؟ والله من التوقيع اللي حصلت قبل شوي والتبادل مذكرات التفاهم الحقيقة شيء يفرح النفس ونفتخر فيه. تطلعنا على بعض هذه الاتفاقيات؟ والله موجودة لأنها هي طويلة، نتكلم على استثمارات فوق 52 مليار دولار. ما شاء الله. فلذلك لا 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 أتكلم على اللي حدث. أما بالنسبة للمشروع اللي سابق مشروعين دخلت فيهم الآن مع مستثمرين محليين هو ومع شركة ألمانية، هو لصناعة الرقائق والسبائك للطاقة الشمسية من السيليكون النقي جدا، ولذلك حيكون منتج جديد وعلى مستوى عالمي يعني فائق الجودة. وكذلك المنتج الآخر هو أو المشروع الآخر هو لإنتاج البطاريات التي تستخدم مادة الفانيديوم، برضو هذه نقلة نوعية لأنه أهم شيء في الطاقة الشمسية وما شابهها هي كيف تحتفظ في الكهرباء كمية ومدة، فلذلك إن شاء الله هذه من المشاريع الجيدة للبلد، فهذا اللي بالنسبة لنا دخلنا فيه اليوم. ولذلك ترى أن سابك داخل في جميع المجالات بالتقنية بال يعني سبائك السيليكون تدخل في الالكترونيات واشباه الموصلات، فتستغرب يعني احنا بتروكيميكال كمباني لكن نفس الوقت ندخل في جميع المجالات حتى الاجرو نيوترينز اللي لها علاقه في المغذيات الزراعيه. فالحمد لله يعني. اذا دكتور عبد العزيز مبروك هذه الاتفاقيات، مبروك ومبروك علينا سابك بس هذه الشركة الكبيرة. هذه الشركة العملاقة. هل من إضافة؟ اي والله انا بتكلم على يعني وجود سابك في المملكة بشكل خاص. احنا اليوم نصدر حوالي 70 مليار منتجات للعالم، وهذا التصدير يمثل 38% من الصادرات الغير نفطية، فيعني جزء كبير من الناتج الوطني هو من منتجات سابك. أما داخليا فنحن نشتري من المصنعين المحليين ما يزيد عن 25 بليون ريال سنويا، ونبيع حوالي 25 بليون ريال سنويا. ال 25 بليون ريال لما تنباع للمنتجين المحليين اللي هم يحولوا المواد الى مواد نهائيه تحصل لها قيمه مضافه عاليه، وبنفس الوقت كمان هم بيصدروا جزء منها لانه يستهلك الاحتياج المحلي وما زاد عن ذلك يصدر. فالحقيقه سابك متواجده في المملكه بشكل قوي وفي العالم، يعني مشاريعنا من الصين الى امريكا مرورا باوروبا
كلها تسعى لزيادة الإنتاجية والتقنية والقيمة المضافة في أينما تواجدنا. شكرا. شكرا دكتور عبد العزيز مرة أخرى. إذن كان معنا الدكتور عبد العزيز بن صالح الجربوع رئيس مجلس إدارة سابك.